الثلاث اهداف بتسهل الامور كلها. نيجي هنا نشوف هنا الحاله دي حاله جامده جدا جدا. عمر فتحي النهارده المساعد الكابتن اللي هناك ومع الحكم محمود بسوني. النهارده انا بقول عنوان المباراه قمه التركيز والتفاهم والقرار الموحد من الحكام وحكام الفار. شوف هنا وسام علي نجح في لعب الكره، زق الكره خلاص وهنا الحارس طلع توقيته مش توقيت مناسب، وبالتالي هنا كانت العرقله بالايد هنا واضحه جدا، ركله جزاء صحيحه لوسام ابو علي. طبعا قرار من الحكم، قرار متميز، قرار مساعد تعاون ودخل، ثم قرار من حكم الفار يؤكد على صحه القرار. هنا في اعتراض على طول، هو لم يتردد في هذه الحاله واشهر البطاقه الصفراء للاعب من هنا ومن هنا. لحد دلوقتي نشوف هنا التنفيذ، حارس المرمى رجلي ثابته وبالتالي ما فيش مخالفه في تنفيذ ركله.